هو في ممكن ست تقعد سنين نايمة على ودنها وتتفاجئ في لحظة إنها كان مضحوك عليها سنين؟ لو عايزين تعرفوا تعالوا نتفرج على الحلقة. أهلاً أهلاً بالراجل اللي جاي مقلب في مراته. ازيك يا اتفضل نتعرف بيك. أنا كريم حسن. أستاذ كريم. ومدام اسمها إيه؟ أماني عوني. أماني. متجوزين بقالكوا قد إيه؟ بقالنا يعتبر كده 12 سنة. 12 سنة. حضرتك عندك كام سنة؟ أنا عندي 38. 38 وهي؟ 36. طيب اتقفشت قبل كده؟ بأمانة بقى. اتقفشت. اتقفشت. طب هي عارفة شكل الناس اللي أنت كنت بتكلمهم؟ لا لا. في اسم معين كان معصبها منرفزها اللي بتشوفه على الموبايل؟ اسمي واحدة اسمها مي. مي. طب نكتب الاسم ده يا جماعة. مي؟ أيام الجامعة. ايام الجامعه. مي دي فضلت تكلمك حتى بعد الجواز؟ لا بعد الجواز لا، بس كان ايام الجامعه بس. طب بعد الجواز كده مفيش واحده كده ولا اسم كده؟ لا لا، هي مي دي على طول يعني. مي دي كانت بتشتغل تقريبا؟ لا كانت معايا في الجامعه. هي اسمها اماني صح؟ اماني. تصدق ان انت كنت متجوز مي عرفي وجبت بنت عندها 8 سنين؟ لا مش هتصدق، بس ممكن تكون على علاقه. هي اصلا اماني غيوره بطبعها؟ غيوره. لا لا، ست غيورة يعني ممكن ما تمسكش نفسها عادي وتنفعل وتغير وبتاع. طيب احنا ممكن نخليها تصدق ان انت قابلت مي قبل كده في النص كده وخلعت منها. خلعت منها بس ما قلتش انت متجوز. انت متجوز بقالك 12 سنة. 12 سنة بس انا قابلتك بس وانت متجوز. بس انا فهمتها دلوقتي ان انا شفتها صدفة دلوقتي، اللي هي شكلها المذيع يعني. انا عملت المقلب دلوقتي. يا نهار ابيض يا جماعة، شفتوا عمل ايه؟ يعني انا مفهمها دلوقتي ان انا ممكن اقابلها. هو مفهمها ان البرنامج ده بتاع مي اللي هي بقت مذيعة. شكلها هي مي. لو جات لك بنوتك كنت عايز تسميها ايه؟ مودة. مي؟ مودة. مودة هي. طب اسم مودة ده هي بتحبه؟ لا بس ده جديد يعني، لسه متفقين عليه يعني. هي في الطريق. اسمي نرفزها مي برضو؟ اسمي نرفزها مي. مي برضو يعني اسمها على اسمي المفروض. اسم صاحبك اللي بيغطي على كل مصايبك. بيغطي عليا اسمه مصطفى. مصطفى ده هي بتحبه؟ لا احنا عايزين حد هي عارفه ان هو لا حد بيغطي بيطبل له في قصص في القصص دي. قصص ستات. اسمه مارادونا. مارادونا. مارادونا كان معايا في الجامعه؟ لا ما كانش معايا في الجامعه، بس زميلي يعني. كان صاحبنا. يعرف مي؟ لا ما يعرفش مي، بس عايش القصص دي يعني. بقول لك ايه يا مؤمن؟ مين اللي عمل اعداد الحلقه دي النهارده؟ هو انا مش قايله عايزه اشوف الضيوف قبل ما يخشوا عليا اعرف مين الناس اللي داخله؟ انا مش قايله، مش منبهه لحاجه زي كده؟ مش كل مره بتقولي مين الناس اللي جايه؟ لا معلش لا معلش، ابقى عارفه مين الناس اللي داخله تحضر الحلقه بتاعتي. يلا استاذ هنطلع هوا. يلا استني باي. اخر مره تعمل كده. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا، برنامج المسابقات هو وهي. زي ما انتم عارفين في ناس كتير بتختار شريك حياتها بالحب، وناس كتير بتختار شريك حياتها بالعقل، وناس كتير بعد مده من الجواز بتكتشف ان مش هو ده الشريك المناسب. زي ما انتم برضو عارفين العالم كله دلوقتي بقى بيستخدم الذكاء الاصطناعي الاي اي، اللي خلى ام كلثوم بتغني بصوت شيرين، وشيرين بتغني بصوت اصاله، واحمد سعد قال لهم اختياراتي مدمره حياتي. احنا بقى عايزين نعرف النهارده عن طريق الذكاء الاصطناعي الاي اي الزوجين اللي معانا دول اختيارهم لبعض كان صح ولا فيها كلام تاني. معانا كريم واماني. ايه؟ اماني. اماني بقالكوا قد ايه متجوزين؟ 12 سنه. 12 سنه. ورجعنا لكم تاني مكملين هو وهي كريم واماني. اول سؤال هيكون من نصيب كريم. الاسرار. مالها؟ ايه اكبر سر انت مخبيه عن مراتك؟ مفيش حاجه مخبيها. متاكد ان انت مش اسرار مخبيه؟ مخبيش عليها حاجه. خد بالك ان الذكاء الاصطناعي هو اللي هيقول انت كذاب ولا صادق. يقول. تمام. السؤال الثاني او هو نفس السؤال هنساله بس الامان. اكبر سر مخبياه عن كريم؟ لا ما فيش اصلا مخبيه، مش بنخبي على بعض حاجه. يعني انت عارفه عنه كل حاجه؟
متاكده ان هو مش مخبي عليك اي حاجه في حياته خالص؟ لا طبعا. اديني كده منسوب الثقه دي كام في الميه؟ 100%. 100%. السؤال الثاني هيكون لأمان. أماني، ايه اكتر حاجه بتحبيها في نفسك؟ في نفسي كل حاجه. لا اديني حاجه بتحبيها في نفسك. ايه كل حاجه دي؟ في حد يحب نفسه كل حاجه؟ يعني بحب ثقه في ثقتي في نفسي بس. الثقه، انت عندك ثقه في نفسك؟ نفس السؤال هنساله دلوقتي لكريم. كريم، ايه اكتر حاجه بتحبها في نفسك؟ علانيات شويه. طيب دي حاجه حلوه. حاجه حلوه في نفس الوقت، مش مطلوبه في الزمن ده يعني. فاصل وهنرجع تاني. هو وهي كريم وامين. كريم، وانت امانه ما كنتش تعرف ان انا بقدم الحلقه دي؟ لا مش قال لها حاجه. لو كنت اعرف ما كنتش جيت. انا اصلا مش عايزك في الحلقه دي، هي الصدفه بس. وحابه عاوزين نقوم. يلا. ما انتش ماضي اقرار ولا ايه؟ هتقوم تدفع كام الحلقه؟ شايفك مش مبسوطه يعني. ما انا مش مبسوطه بس انا مضطره. طبعا ده شغلي. طيب انا كنت عارفه كنتش جيت. ادام انت هتنرفزي قوي كده. نشوف عمرو بقى يحل القصه دي. هي تخرجي انت يعني. عارف ان والله ما يعرف. هيعرف وهيجي يعني دي يعني. تعالي يا ميوش. اوعي تقعي، اوعي تقعي يا حبيبي. جيتي امتى؟ لسه جايه يا مي يا حبيبي. جيتي امتى؟ لسه جايه. بس مين اللي جايبك؟ الناني؟ اه. انت بردانه قوي كده؟ اكلتي ولا لا؟ اكلت ولا ايه؟ اكلت مكرونه. بجد؟ طب يا ممكن انا اعمل ايه؟ لا مش هعمل. بعد كده ايه نبقى نطلع انا وانت ناكل بره دلوقتي. تمام؟ اديلي بس كده هدوم. بس اشيله كده ليه؟ لا مش هو، مش هو خالص. لا 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 في لا احنا بابانا مسافر يا حبيبتي. احنا بابانا مسافر. اطلعي بره دلوقتي. بره. شناوي تعالى خد ميه لو سمحت. يا شناوي هتلاقي اي حاجه حلوه، شوكليت او حاجه. يلا يلا حبيبي يلا اطلعي اطلعي. نزل اعلان القريه السياحيه لو سمحت. انا بتقول انت ماسكه قوي فيه. مش عارف انا خليت دماغي قد كده. مش عارف انا عايز اقول لك. ضغط عالي. ايه ده؟ خدي خدي. سيبني. انت بابا؟ انت بابا؟ انا متاكده. مو انا عايز اقول لك. مش بابا. انت بابا؟ لا لا سيبني بقول لك. طب خرجها خرجها. ما بعرفش. بس ايه دي؟ طيب ايه دي؟ انت بابا صح؟ لا لا انت بابا. مش بابا. يلا خلاص. طب يلا طب يلا نخش تاني نخش تاني. سيبني طيب. خلاص سيبني سيبني اهو. قول له يلا نمشي عشان انا مش هكمل ام الموضوع دوت. انا عايزه امشي. لا انا عايزه امشي. عايزه امشي. عايزين نمشي. لا والله لا 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 بجد خلاص انا عايزه امشي بعد اذنك. ممكن مني الحلقه عشان انا كلمتك ولا عملت حاجه؟ طب معلش انت سايب قرار اللي احنا فيه ده. تعالي تعالي بس تعالي. بعد اذنك قرر عشان خاطري. عشان انا معاكي على فكره. انا متعاطف معاكي بس عشان الاقرار ارجعي اني تاني الحلقه لو سمحتي. استاذه انا هنخلص بس الدقيقتين دول. مش هتكلم حلقه الا انهيها. معلش انا بنتي منهاره بره. طيب والاستاذه منهاره هنا. انا مالي؟ انا ذنبي ايه؟ معلش بعد اذنكم. انت اللي عملتي ده كله يعني؟ انا اللي عملت ده كله؟ اه. يا راجل يا كداب. مش طيب انا كداب. انا مش قادره اتكلم بجد. ده انت متلاعب. ده انت مش ممكن. تعالى خلاص سيبها بقى. سيبها سيبها سيبها. روحي يا استاذه. روحي يا استاذه. معلش والله ما قادره. والله العظيم ما قادره. نقفل الحلقه. الحلقه دي نقفل الحلقه عشان الهواء ما ينفعش. تعالي طيب نقفل الحلقه ونخلص. تعالي طيب نشوف القصه دي بعدين. انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ انت صدقتي ان ايه الصدفه العجيبه دي؟ صلى على النبي استاذ عيسى عشان
عارف المحزنه اللي انا انا هطلع لك الكره الساحيه قبل ما استغفر الله العظيم يا رب. انت بتعاتي ليه؟ انت مصدقيه؟ يا صعبانه عليك يا طيب، صعبانه عليك يا بنتك. بنتي منين؟ انت راجل ظالم والله العظيم، انت راجل ظالم. بنتي منين ان شاء الله؟ بنتك منين؟ والسنه والشهر دي كانوا ايه؟ سنه وشهر يا كداب، انت قلت لي انا هتنفصل عنها زمان. ايام زمان انا شفتك ولا اعرفك دلوقتي. يعني ايه؟ انا خبيت عشان انا ما كنتش عايزه اشوف اب زيك. بترمي بلاك عليا. ارمي بلاك عليك؟ اه بترمي بلاك. لا روح اسال مارادونا، روح اسال على مين؟ مارادونا؟ مارادونا. هنجيب مارادونا. والله كل حاجه. والله ده انت ربنا جابك النهارده، مش هتصدقك اصلا. مش هتصدقك اصلا. والله مش والله العظيم اقول لها كل حاجه. ما تقولي لها. مش في دي ان ايه والكلام دوت بنتي؟ وانا واحده تقول لي دي بنتك اقول لها اخ بنتي؟ لا يا حبيبي. لا يا حبيبي انا كان معايا كوبي تاني وكتبتها. الله اعلم. الله اعلم. الله اعلم. ان شاء الله. يبقى نجيب مارادونا ده، انت عرفتي مارادونا منين اصلا؟ والله مش هو اللي كان شايل. مره. مش ما جايبك. مره. ما جايبك. ما جايبك. ده انت بتصونش العيش والملح. يلا يا استاذ هيثم عشان انا خلاص انا. ده مارادونا ومصطفى. كمان مصطفى. حبيبك. ما شاء الله. بقى نشوفهم بقى الاثنين، ابقى اجيبهم يقولوا لها القصه ايه من الاول. بطل بجاحه والله، والله بطل بجاحه. عشان مش عشان خاطرك، عشان خاطر بجد. لا مشوني بجد بجد. ما لا تعالي هو كده كده هيطبقني. انا عايز امشي خلاص، انا هروح اشوف ولادي بقى. لا لا تعالي بس تعالي. لا خلاص شوفي ولادك وشوفي ولاد مين تاني. تعالي بس ولادك. انت بقى حره بقى، انت شيلي شيلتك. تعالي شوفي هيكون في تاني، انت ما تعرفيش في تاني بقى ولا تالت. انا ماليش فيه. مفيش دعوه بيها، بيتخطرف في الكلام. بيتخطرف فين هيثم بس يشوفنا؟ هنعمل الحلقه دي ولا مش هنعمل؟ ولا احنا هنقضيها كده ولا ايه بالظبط؟ والله العظيم يفتحك قدام ربنا. تفضحيني؟ والله. وساكته كل ده ليه؟ سكتي كل ده ليه؟ مش عايزه اقول له. مش عايزه تقول له ليه؟ ما يستاهلش. ما يستاهلش ليه؟ ما يستاهلش. مش بنته يشيل شيلته. ما يستاهلش انه يعرف. حرام. انت بتصدقيها؟ عارفه الحرام؟ حرام ان دي تبقى بنت ده. انت بتصدقيها ولا ايه؟ يا اخي اتقي الله، ده انت عندك عيال. ده انا سالتك عشان عندك عيال. لا اله الا الله. ده انا اب وام للبت دي، ده انا بقى حرام. انت تعرفش انا عملت ايه عشان اكبرها كده؟ بنتي من انت هترمي بلاك عليا؟ ارمي بلاك عليك. انت خليتيها تصدقي. طب انا وانت وهي وبعد الحلقه ماشي هنروح معاكي. والله هسففك التراب يا كريم. ارفع عندك المحاكم بقى، ارفعها على اتنيلي بقى. روح اتنيل يا شيخ. انا مش عارفه انت مستحمله ده ازاي. احنا هنقضيها كده يا اخي. جايبه اي بنت ترميها على بنتي؟ نعم. ده البت عينك ورموشك. رموشك يا مصطفى. رموشي كمان. ما شاء الله ما شاء الله. طب هو ممكن تاني عشان انا عايزه امشي؟ رموشي بقول لك ايه؟ قولي. خليكي ست حقانيه. طب قولي. طيب انا عايزه امشي. هتكلمني مصطفى وهتكلمني مارادونا. هكلمهم ايه؟ ماشي. انا عارفه رقم مارادونا، فانت لو سمحتي بعد اذنك. خليكي ست حقانيه. خلينا نمشي. طيب ماشي. شيخه ده عيونه ورموشه. اكلمني. كنت اتوحم على رموشه وقتها والله العظيم بجد. حطي نفسك في مكاني، انت ستي بيقف وام وتربي بنت لوحدك. انا مش عارف. صدقيني عارفه لو انت دخلتي لوحدك كنت شفتك في راسي. لكن انا مش عايزه ابص. حد ينده لي هيثم. طب يا جماعه مش هينفع كده والله. انت ايه معاها الخط؟ انا هتخلص. انت ايه اللي بقى؟ انت عندك عيال. انا ما كلمتكيش انت يا استاذه، انا بكلمها هي. اتقي الله عشان ربنا يباركلك في اولادك. يبارك لي ان شاء الله. مش بيكي. ما عارف هي شكلها ايه. 4 3 2 اتفضلي. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين هو وهي كريم وامين. هنستقبل اتصالات تليفونيه. معانا اول تليفون. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا حبشي. اهلا وسهلا، بيكلمنا منين؟ بكلمكم من سوهاج. يا اهلا بيكم بكل اهل سوهاج. هو انا عندي استفسار بس. طبعا حضرتك متالق ومتفرج عليكي وكل حاجه حلوه، بس ازاي الاستاذ ده يعمل في بنته كده؟ وحضرتك كنت صابره عليه ازاي كل ده يعني؟ انا يعني نفسي افهم. وحضرتك جريئة جدا ان انت تحوري يعني محور الحلقة تبقى كده يعني بصراحة. شكرا شكرا ليك والله، ميرسي شرفتنا. هو ازاي يعني انت معانا اتصال تاني؟ الو
الو الخط قطع ولا معايا؟ وحضرتك يعني دخلت تليفونات يعني تفضحيني يعني ولا هي مش فاهم يعني؟ والله ما شفت في بجحت. بجحت ايه؟ مش فاهم. ايوه معانا اتصال تاني. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. بتكلمني منين؟ مين معانا الاول؟ بكلمكم الجيزه بس انا عندي استفسار بس صغير. عندي فضل. استفسار صغير. هو دلوقتي يعني ازاي تعملوا في الاستاذه كده يعني؟ انا مش فاهم ازاي الحاجات دي تظهر على الهوا كده قدام الاطفال وقدام يعني ازاي ده اب بجد. انا بجد صعبان عليا البنت الصغيره بجد قلبي اتقطع انا والمدام وكل الاولاد. لا استني والله بس العظيم لمشي والله لمشي يعملوا اللي يعملوه وما انا همشي والله لمشي. ما تلاقيش حاجه. طيب استني بس عشان انا كده عقده ولا مش عقده؟ انا ماشيه انا ماشيه. انتوا جايبين الناس تلعبوا مع بعشاعرها؟ انا ماشيه. انا ايه بس انا القصه ديت انا اشوف احنا هنمشي ولا قصه ولا من قصاص. انا ماليش فيه. بس الحاجه تفاهم مش تفاهم. بس عشان احترام الراجل اللي جاب. طب ثواني طب بص انا احترام الراجل اللي جابني بس ثواني اهو. ايه دي بس ايه دي بس؟ طب ثواني والله ما فيش. انتوا كمان بيتستوا اتصالات وهي البت صعبانه عليه وانا مال انا يصعب ولا ما يصعبش؟ مش شغل. خلاص ايه دي بس ايه دي انا اشوف القصه دي. مستقبلي باظ. ما انت بتصدقي تقول لي بنتي ومش بنتي باظ منك لله يا كريم. ده ينفع يحصل على ايه ده عشان على الهوا؟ ايه انا ماليش دعوه انا. صبر شويه عشان ده غلط. حطي بس نشوف القصه دي. هو اي حد يقول لك ده بنتي تصدق فيها؟ استني ما يقرب. طب ايه دي بس؟ يلا تعالي 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 بس. احترام الايسر. طب ما خلاص احترام الايسر بس اختموا بقى عشان انا اعصابي خلاص تعبت خلاص. لا تختم بقى ما تاخدش اتصالات من حد. ها انت ست انانيه ليه كده؟ انانيه ليه؟ انا عملت لك ايه عشان انانيه ليه كده بجد؟ هو ايه اللي انانيه دي؟ هو حياتي بايظه على الوظيفه دي وانا مالي؟ انا حياتك ولا مش حياتك؟ انا مش صعبانه عليكي جزتك انا مالي؟ خلاص مشيني من الحلقه. يا كوكي حرام عليك بجد. هو ايه اللي حرام عليه؟ يا كوكي حرام عليك بجد. يعني انصفني مره واحده في حياتك. انا اعرفك. فين الورق؟ فين الورق اللي ما بينك وما بينه؟ فين ورق بنتك اللي مكتوبه باسمه؟ انت كاتباه باسمي؟ فين كاتباه باسمي؟ بعد الحلقه. طب خلاص لا خلاص خلصي بقى الحلقه وقومي معايا. لا احنا نطلع الاسم عشان هي شهرت بيا كده. انت كده فضحتينا. ورجعنا لكم تاني ومكملين هو وهي كريم واماني. معانا اتصال تاني. الو ايوه ازيك يا مي؟ الاتصالات دي. اهلا ازاي حضرتك؟ اخبارك يا مي؟ انا شريف اللي كنت معاكم في الجامعه. كريم اخباره ايه؟ يا ازيك جميل ده ان شاء الله. اهلا يا شريف. جدا ان انا شايفكم. انت لسه بعت لي مسج من اول امبارح تقريبا على الفيسبوك. بالظبط. انا فرحان جدا بجد. ايه الجمال ده؟ انا قلت انتوا اتجوزتوا يا بنتي وخلفتوا، انتوا ايه اختفيتوا ليه كده؟ لا يا شريف للاسف لا. ايه اللي حصل؟ ازيك يا كريم؟ ايوه. ايه يا حبيبي عامل ايه يا كريم؟ شريف الحمد لله. شريف مين؟ في الكليه. شريف مين؟ شريف يا حبيبي صاحبك انت نسيت يا كريم؟ لا مش فاكرك والله. ده انا كنت انتيمك يا كريم انت ومي. انت نسيتني ولا ايه؟ الذاكره اتمسحت من عنده يعني ولا ايه؟ مش عارف انا ده جايبين لي ناس تتبلع عليا ولا ايه؟ مش فاهم. تتبلع عليك؟ ايه ده انت ثبت بجد شريف ايه طيب وشفتك فين؟ يا خبر ابيض انت مهرج بقى كده والله. لا انت كده بتهرج بجد. مهرج القميص من بره. هو حد يا ابني ده احنا كلنا كنا اصلا بنحلف بقصه حبك لمي. انت بتهرج؟ مهرج القميص من بره حبيبي. لا اله الا الله يا عم. انا بتكلم جد. ده انا فرحت جدا لما شفتكم انتوا الاثنين في البرنامج. قلت ازاي جمعتوا برنامج واحد. طبل 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 يا عم. اطبل ليه يا كريم؟ لا اله الا الله. ايه ده بجد انتوا ما اتجوزتوش؟ انت مش كنت بتقول لي انك مش هتتجوز؟ هي مش عاجباك دي اللي قاعده جنبي ولا ايه؟ مش عاجباك اللي قاعده جنبي دي؟ انا ما اعرفش. يا ما اعرفش. خلاص اسكت بقى. انت بتتكلم على الهوا. هنخلص ولا ايه من الليله ديت؟ بتعمل اكتر واكتر. انت بتعمله؟ انت جايبين ناس تتبلع عليا. مين انت؟ انا ما اعرفكيش اصلا. هو انت بتغمز لي ليه؟ انا غمزت لها دي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ حد شاف انا غمزت لها يا جماعه؟ غمزت لك فين؟ اتبلع عليك وبتعمل لي كده؟ انت مريضه نفسيا بقى. والله مريضه نفسيا عشان صدقت واحد زيك. انت شكلك كده مريضه نفسيا عشان صدقتك. تقمصه دور المريضه. انا استاهل عشان صدقتك. انت هتعمل دور الضحيه. ما اعرفك ولا شفتك اصلا. انت اصلا لما تبقى غلطان صوتك بيعلى. وهي عارفه كده. صوتي بيعلى. بجعر. يلا خلصي بقى. خلصي عشان الناس دي طريقتك. اما تحب تهرب من اي حاجه تقعد بهرب بجري. بجري علي كمان علي.
رجعنا لكم تاني يا جماعة بعد الفاصل هو وهي. بس سامحوني أنا يمكن اللي هعمله ده حاجة مش بروفيشنال خالص، يمكن تكون آخر حلقة هطلعها في البرنامج. يا رب. معلش لو سمحت سيبني 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 بعد إذنك. لا دي سمعتي ودي حياتي. أنا بس عايزة أوجه رسالة، يعني اللي حصل حصل واللي شفتوه شفتوه، أنا بعدين هبقى أطلع أتكلم على ده. أنا بس عايزة أوجه رسالة لكل بنت وكل ست، وخصوصا كل بنت، اوعي تصدقي راجل لا باسم حب ولا باسم أمان ولا هنفصل عنها ولا عايش معاها بس عشان أي حاجة في الدنيا. اوعي تصدقي لحظة فتدمر حياتك بعد كده لحظات. خليكي دايما ست عزيزة، خليكي دايما يعني رفع راسك لفوق. أنا النهاردة جات لي فرصة أن أنا أرفع راسي، أن أنا أقول لكل الناس أن أنا كنت ماشية صح. أنا هاخد حقي بالقانون، أنا كنت متجوزة الراجل ده، هاخد حقي بالقانون. يا رب يكونوا أهلي سامعين الحلقة دي وشايفينها. تمام. بنتي النهاردة لأول مرة في حياتها بتعضل أبوها اللي عاشت بلا أب كل السنين دي. أنا اللي أرفع عليك. وأنا هاخد حقي بالقانون. تمام. إن شاء الله. أنا موقفي قوي وأنا عارفة أنا بقول إيه وبتكلم في إيه. إن شاء الله. أنا اللي أرفع. ومش المفروض إن حد يبني سعادته على تعاسة الآخرين زي ما الأستاذة دي عملت. جمال انت تعرف منين اصلا؟ هي كانت عارفه. اعرف منين يا اختي انت؟ اعرف منين انا؟ عشان تقولي ايوه اعرفك منين؟ اول مره قبل ما يعرفك اصلا. هو اللي يعرفني قبل ما يعرفك؟ اول مره اشوفك في حياتي. بس كان يعرفني قبلك. عرفك وبعدين ما اتجوزتيش ليه؟ انا عارف. جوزني يا حبيبتي. طب ما هو فين الورق اللي ما بينك؟ اي كلام وخلاص. انت تسكت خالص. انا ساكت اهو. كل مره تقول اسكت خالص. فين الورق اللي ما بينك؟ سكت اهو. مراتي هترد عليكي. لو مش بالقوه اللي انا بتكلم الورق؟ بيها دلوقتي في بلد وفي حكومه وفي قانون وفي كل حاجه. مش هطلع فين الورق مصر كلها واقول ماشي. وفين الورق اللي هو ما بينك وما بينك؟ تصدق اي واحده كده انت جايه؟ انا جايبه الورق ده في ايدي. ماشي احنا لسه هنخش قصه طويله. ماشي ادخلي يا حبيبتي مفيش اي مشاكل. مش ليكي حق خديه. هاخده بس حق خديه. خديه من الحكومه بقى نشوف القصه. مش اقسم لك بالله العظيم، اقسم لك بالله والله العظيم ان كريم بيكذب عليك والله العظيم. انا بتكلم تسكت بعد اذنك. انا بدل ما اخلي الامن يطلعك. امن ايه يا ماما؟ انا بتكلم. بعتي لي الامن. انا عاوز اي حد كده يجي يطلع. انت بتقسمي؟ اقسمت لك وحياه بنتي وحياه بنتي. تقسم يا قال الحرامي يحلف. والله ربنا حاسبني على حلفاني قدام كل الناس. وانت ساكته ليه؟ بقالك كام سنه ساكته ليه؟ بنتك عندها كام سنه؟ ما كنتش عايزه اعرف بنتك. هو ايه اللي مش عايزه تعرفيه؟ ازاي دي 12 سنه وساكته بنتي؟ لا سبع سنين وشويه. طيب سبع سنين ازاي؟ سبع سنين كمان بتكدبي في سنها؟ اما هو ابنه الكبير عنده 11 سنه. ده استاذ فين دي؟ جوازك فين صحيح؟ انت كنتي موجوده وكان هينفصل عنك على فكره. وما انفصلش ليه؟ لا دي تساليها له ما تسالنيش انا. لا ما انا بسالك انت كمان. كل التفاصيل دي هحكي لك فيها. او اسالي مارادونا ومصطفى. انا ماليش دعوه انا عارفه مارادونا وعارفه مصطفى وماليش دعوه بيهم. اقسمت لك بالله. المهم انت دلوقتي انا كل دوت انا مش عايزاه يتذاع. انا مش عايزه يتذاع. والناس عايزه يتذاع عليا. ايوه الناس يعني بترد عليا. اقسمت لك بالله لو معايا مصحف احلف لك عليه ان كريم بيكذب. هعمل لك ايه؟ هوا ولا مش هوا؟ اعمل لك ايه يعني؟ طب ما انهي الحلقه. ما تاخ بتسكتي الحلقه. طيب علشان بس تبقى. طب انهي الحلقه عشان انا عايزه امشي عشان ولادي قاعدين بره في العربيه. طب اعرفهم على اختهم. خلاص هعرفهم انا. هي هتعرفهم. انا هعرفهم انا ان شاء الله. يعني خلي عندك ضمير لاخر حاجه. اعملي حاجه حلوه. انا ماسك نفسي يا جماعه بالعافيه يا جماعه. والله العظيم انا هقلب البتاع ده كله اقسم بالله. يعني ما يغركوش اللبس اللي لابسه ده. طب يعني هتقفلي الحلقه هتقفلي الحلقه. اقسمت والمصحف همشي. اقفلي. اقسمت. طب اقفلي. انا ماشي. اقسمت والله العظيم. طب اقفلي. شعري بينا على الهوا. اقفلي عشان امشي. شعري بيه على الهوا. على فكره انا اعرف اخد حقي قانوني قوي كويس جدا. يا راجل انت وانا اللي انت بتقوليه ده كله الهكس اللي انت بتقوليه ده. انت عايزه تدمري بيت يعني ولا مش فاهم انا؟ والله العظيم يا جماعه والله العظيم والله كنت ماضي وانتهى على الهوا. ما كنتش ماضي اصلا. شايفه ايه؟ هشوف ايه؟ والله العظيم يا جماعه اقسم بالله على الهوا قدام كل الناس وقدام مصر كلها. اتجوزتك كمان ما شاء الله. ان كريم بيت. ان كريم والله العظيم كريم بيكذب على اماني. وان انا ولا مراته ولا اعرفه ان هي كانت مقلة في برنامج مراتي فورت. لا تراجع على الجزء الثاني. انت اقسمتي بالله. حقيقي جدا على المقلب ده. حقيقي جدا. انت عمال تلبسني في الحيطه. رياكشن ايه؟
ايه رايك؟ بس ما بعرفش يمس. لا 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 خلاص. سلم على بوبي حبيبتي. تعالى عسى دي بتبقى ممثله جامده دي. بصي ماما بقى شاطره. انت استفزتنا انا شخصيا. انا صدقت بقى مقدوم ارفع عليك قضيه. موافقه خلاص. موافقه هذه الحلقه يا بنتي ده هترفع قضيه. وكريم موافق ان شاء الله. موافقين نزيه الحلقه. احساسك ايه بقى بالمقلب اللي عمله فيكي كريم؟ وانا مسجلك كل حاجه من الاول. صدقت والله فعلا. صدقتي امتى اللحظه انت صدقتي فيها ان 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 بقى لا ده بجد بقى دي بقى بجد وخلاص بقى؟ هي البنت اما دخلت والعياط والانهيار. يا حد يجي كده. استنوني في حلقه جديده مقلب جديد مراتي فورته لا تراجع على استسلام الجزء الثاني.